فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي لا يعتمد على تخصيص أموال، ولكن يعتمد على ما يتوفر للحكومة من آليات ومواد أولية نستطيع بها القيام بهذه الأعمال. الآن نقوم بهذه الأعمال بدون موازنات، فقط نحتاج إلى تخصيصات بسيطة، سواء موضوع المحروقات أو المواد الأولية لعملية التبليط أو بعض أعمال المجاري. نحن الآن نقوم بهذه المشاريع عن طريق تنفيذ مباشر من الدوائر المعنية والوزارات والقطاعات، فنحن لا نعتمد على الموازنات، وإنما نعتمد على الجهد الخدمي الحكومي. ما تمتلكه الحكومة والوزارات والقطاعات من مهندسين وآليات، نستطيع بهذا الجهد الحكومي أن نقدم الخدمات العاجلة للمناطق المحرومة. وهذا الجهد الذي بدأناه في بغداد وسينتقل إلى باقي المحافظات. أما الموازنات التي فيها مشاريع، سيتم لا يوجد تقاطع بين تلك المشاريع وأعمال الجهد الحكومي. نحن الآن نقوم بالاعتماد على ما تمتلكه الحكومة والوزارات من جهد ذاتي، نقوم بتقديم هذه الخدمات. أما باقي الموازنات التي تعتمد عليها الوزارات والمحافظات، فهذه نعم، ستخضع أيضا لأعمال الرقابة والتدقيق، ولكن جهدنا الحكومي هو جهد وطني، كأنما عمل تطوعي به تقوم الحكومة، لأن شعار دولة الرئيس أن تكون المناطق المحرومة أولا، جميل. سيد وإن عبد شاء الله القادر، سنصدق بهذا الشعار ونكون تواجدنا في كل المناطق المحرومة سواء في بغداد أو المحافظات العراقية.